ولمزيد من التفاصيل عن سطوة الميليشيات في العراق وفشل الكاظمي في احتوائها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. في ظل تصاعد الأحداث وتداعياتها بعد إطلاق سراح عناصر ميليشيا حزب الله، اعتبر معهد بروكينغس الأمريكي بأن ميليشيا حزب الله أرغمت الكاظمي على الموافقة على مطالبها. كيف يمكن تقييم تعامل الكاظمي مع أزمة ميليشيا الصواريخ كما عرفت؟ يعني هي جولة خسر فيها الكاظمي وانتصرت فيها الدولة العميقة. ما زالت الدولة العميقة هي الأقوى وهي التي تقود البلد على الأرض، يعني هي القوة الحقيقية على الأرض وهي التي تقود البلد، بل هي تعين الحكومة. فالدولة العميقة فازت انتصرت في هذه الجولة على الحكومة الرسمية، لكن علينا أن ندرك أن الكاظمي يدرك بأنه حلفاء الأمريكان يعني ليس جادين في دعمه، على خلاف إيران تدعم حلفائها إلى آخر نفس، وهذا معلوم عن الأمريكان كما حصل مع الدكتور إياد علاوي سابقا ومع أحمد الشلبي وإلى آخره. فالأمريكان لا يؤتمن جانبهم، والكاظمي هو قد جاء من مؤسسة أمنية ويدرك خفايا هذه الأمور ويدرك إلى أي مسافة تدعمه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي بحد ذاتها غير جادة في بناء أو مساعدة المساعدة في بناء دولة عراقية فيها مؤسسات. نعم أستاذ حسين، قام عناصر ميليشيا حزب الله بعد إطلاق سراحهم بإحراق صور مصطفى الكاظمي، ما الرسالة التي أرادت الميليشيا إرسالها بهذا التصرف؟ يعني هي رسالة حقيقة إهانة إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أرادت تقول نحن الذين نحكم، نحن الذين على الأرض. الدولة العميقة لا نتصورها فقط ميليشيات كما يتصورها البعض، الدولة العميقة هي ميليشيات وهي مؤسسات دينية ومكاتب اقتصادية وقوى سياسية ومرجعيات دينية، حتى مرجعيات دينية تدخلت في اعتقال هؤلاء الذين ضبطوا في الجرم، وصواريخ ما زالت موجودة لدى الدولة العراقية. فالدولة العميقة هي يعني مجموعة مؤسسات ومجموعة قوى تتشكل منها، وهي الأقوى في الدولة العراقية وهي التي تقود الدولة العراقية. فالرسالة هي تقول نحن الذي من يحكم ونحن موجودين على الأرض ولا يستطيع أحد أن يمس لنا طرف. وهذا يثبت ازدواجية التعامل الحكومات العراقية من 2003 إلى الآن. اليوم المكون السني أغلب معتقلونه هم على المخبر السري، في حين هؤلاء ضبطوا مع الصواريخ ولم يجرأ رئيس على مستوى قائد عام القوات المسلحة أن يبقيهم لمدة أسبوع واحد تحت التحقيق. من أين جاء التحقيق الذي برأهم، وكيف بهذه السرعة عرضوا على المحكمة، وكيف للحشد أن تكون له محكمة نزيهة ومستقلة؟ هذه القصة واضحة جدا أنه هناك تعامل طائفي في العراق من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك دولة عميقة هي من تقود العراق وهي تمثل مشروع اللا دولة التي تقوده إيران. أستاذ حسين، كان من أهداف الحوار الأمريكي مع الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الميليشيات. موقع المونيتور الأمريكي قال أن الحكومة عاجزة اليوم عن دمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية. ما مدى تعثر حكومة الكاظمي في الاستجابة لهذه المطالب الأساسية لواشنطن؟ أستاذ حسين، هل تسمعني؟ نعم. الذي حل الجيش العراقي والمؤسسات الرسميه هو بول بريمر وهي القياده الامريكيه، ويطالبون الكاظمي ببناء دوله مؤسسات. كيف يبني الكاظمي دوله مؤسسات وانتم من درب الميليشيات واسس لهذه الميليشيات وجعلتم نظام الحكم في العراق نظاما طائفيا؟ يعني الامريكان لا يحسنون الا التصريحات الصحفيه والاعلاميه، اما على الارض فهم متعاونين ومتخادمين مع ايران على تفكيك الدوله العراقيه وتحويلها الى كانتونات والى امراء حرب ومجاميع متصارعه لتفكيك هذه الدوله المركزيه ذات الثقل في الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه. بتزامن مع التصريحات المتكررة لزعيم ميليشيا العصائب حول التهديدات بالفوضى ردا على اعتقال عناصر ميليشيا حزب الله، كيف يبدو المستقبل الأوضاع الأمنية في العراق؟ يعني قائد ميليشيا العصائب هو رجل طائفي بامتياز، تصريحاته كلها يعني تنم على طائفيته المقيتة، وراغبا في إشعال حرب طائفية في العراق، راغبا بالفوضى،
متفلت غير منضبط، لا مرجعية تضبطه ولا حشد ولا حكومة تضبطه، وأمثال هؤلاء هم الموجودين الآن على رأس الدولة. قبل أيام صرح تصريحات مريضة مقيتة عن الشيخ بار العبد الله أحد أبرز قادة ثورة العشرين، ولكن الشعب العراقي رد عليه ردا حازما وحاسما وأفحمه وعرفه من هو ومن هو الشيخ باري. وهكذا تصريحات قائد عصائب الحق، تصريحاته معلومة ومعروفة، لكن الشعب العراقي إن شاء الله سيكون أوعى من تصريحاته ويفوت عليه هذه الفرص التي يريد عودة الطائفية كما كانت في 2006 الذي قتل فيها ما يقارب الآلاف عشرات الآلاف من المكون السني وخاصة في بغداد لتغيير ديموغرافي ولأكثر إثارة أكبر فتنة لعدم تمرير أي مشروع وطني. اليوم المتظاهرين يطالبون بمشروع وطني ولدولة مدنية. كل هذا أمثال هذه التصريحات هي لإعاقة هذه المشاريع. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.